صعب جدا امام المصري، خسر فيه بهدف دون مقابل، ومن ثم الاهلي كمان ينتظر لقاء مهم جدا امام الرجاء المغربي. انا عايز اخد من المباراه بتاعه المصري اروح لمباراه الرجاء، كيف اخدها وكيف افكر فيها بيتسو موسيماني؟ اتفضل يا تامر. طيب احنا اشدنا كتير جدا يا هيما على مدار المواسم، الموسم اللي فات والموسم ده بموسيماني، لكن بصراحه بقاله فتره مش مقنع. حتى في المؤتمر الصحفي عصبي جدا، المؤتمر الصحفي اللي فات انا ما فهمتش منه ولا كلمه غير هي حاجه واحده بس اللي كانت واضحه وصريحه، ضغط المباريات. احنا لعبنا 3 مباريات في 7 ايام، دي الحاجه اللي انا فهمتها. عمال يقول اصل انت عارف لو بتفهم كوره تعرف ان احنا ما ينفعش نلعب كوره كويسه النهارده. ليه؟ في تلميحات منه لعدم جوده ارضيه الملعب. هنفرض ان ارضيه الملعب مش احسن حاجه، بس مش العذر بتاع انك تلعب الكرة الوحشة دي او الكرة الطويلة دي او الكرة العقيمة دي. في الفترة الاخيرة موسيماني محتاج يراجع نفسه، لان الاهلي الخداع في الضربات الثابتة شبه اختفى، مش بقى اقل، هو شبه اختفى. الطلوع بالكرة من ورا القدام بقى ضعيف جدا، والدليل على كده كثرة الكرات الطويلة. في لعيبة كتيرة جدا بدأ مستواها يتراجع، وده مسؤول عنه المدير الفني، وطبعا اكيد اللعيبه ليه مسؤول عن الموضوع ده. فموسيماني محتاج يراجع نفسه، خاصه هو مقبل بقى على مرحله خطر جدا اللي هي هتبدا من يوم السبت القادم امام الرجاء. طيب تعالى نتكلم يا هيما بسرعه على مباراه المصري. الراجل لمح ان احنا ما لعبناش كوره النهارده علشان ارضيه الملعب ما كانتش افضل حال. انا معاه ان ارضيه الملعب مش احسن حاجه، لكنها مش اسوء حاجه، مش كارثيه.